السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة سهلة جدا لتحويل الكلام اللي احنا بنقوله لكتابة على الوورد. ده برنامج الوورد ومش خالص، لسه فاتحه جديد. مجرد هتدوس على الزرار بتاع الويندوز مع ال H هيبدأ يظهر لي هنا. طيب، هو هنا في مشكلة ان هو بالكلام العربي هو بيكتبه بالانجليزي. تمام، طيب هلغي كله. هاي، هاو ار يو، ار يو اوكي، ماي نيم از عمر، اي ام فروم ايجيبت. طيب انا كده وقفت التسجيل، وممكن تيجي بقى هنا تشوف الخصائص بتاعته: اوتو برونسيشن، فويس تايبنج لانشر. ممكن تشوف الخصائص بتاعته بحيث ان انت تقدر تعدل فيه وتخليه اسهل معاك. Thank you for watching the video.